السلام عليكم، معكم أحمد ريال من فريق سمارت. إن شاء الله راح أكون معكم بهذا المقطع لنعمل مراجعة سريعة للي أخذناه بالمقطع الأول، وكمان نعمل إيمج صورة، وكمان نعمل فقرة نخلي كلمة منها تنقلنا لصفحة جديدة مثلا موقع الجوجل. أول إشي قبل ما نبلش بالشرح بدي أعمل فولدر اسمه ويب 1 في الديسكتوب، وجواته فولدر اسمه إيمج وحطيت فيه صورة. طبعا أنا عملت كل هذا الإشي موضوع تنظيمي عشان ما أضيع وين كتبت، يعني نكمل على هالفولدر. طب أول شي نبلش بتاج الHTML. هلا بكل تاج بالHTML بيفتح بهالطريقة وبيسكر بهالطريقة، طبعا معظمهم مش كلهم، معظم التاجات بتبلش بهالطريقة وبتسكر بهالطريقة. طبعا ما ننسى السلاش. تمام، نكتب تاج الهيد والبادي. تمام، جوا الهيد عنا تاج التايتل. تاج التايتل مثل ما اتفقنا هو اللي بيكون الكلام الموجود بالتاب زي كلمة يوتيوب هون. نحن حنسميه ماي تايتل. ماي تايتل بالبودي نكتب فقرة باراجراف، نستخدم تاج البي نسكره، ما نسينا السلاش. نكتب مثلا this is my first paragraph، نخلي كلمة paragraph تكون محصورة مثلا، هي اللي لما نكبس عليها تنقلنا لصفحة جديدة. عنا تاج الـ A. تاج الـ A هو المسؤول عنا اللي ينقلنا لصفحة جديدة. طبعا كل تاج له مجموعة من الـ attributes والخصائص. عنا بالـ A attribute اسمه الـ href. هذا الـ href هو المسؤول انه نكتب الموقع الويب سايت اللي بده ينقلنا عليه. مثلا نحن اتفقنا موقع الجوجل، بنحط يساوي دبل كوتيشن، بنحط ال HTTP ما ننساهم كثير مهمين لانه بدونهم ما حيروح على الويب سايت، هي ما حتزبط معك الصفحه. هلا مره ما حنكتبه ونفرجيكم انه ما راح يزبط. google.com تمام، نسكر التاج. طبعا ما تنسى تحطها عشان تسكر اول اشي البدايه تبع حرف الاي، وهلا نسكره. طبعا نحن بدنا نحصره لكلمة الباراجراف كاملة، فحنسكر هون تاج الباراجراف. مثلا لو كان بدنا اياه لحرف ال P ننقل هذا التاج لحرف ال P. تمام، طبعا نكتب مثلا هون واحد، this is my first paragraph number one. هل يا زي هيك بس عشان نبين انه بس كلمة باراجراف. تمام، هلا خلونا نعمل له سيف. كنترول فايل سيف. طبعا اذا بدك تختصر وقت السيف عندك شورت كت هي الكنترول اس، فاذا بدك تختصر وقتك بس بتعمل سيف لحاله على السريع. طبعا انا مو مسيف لهلا ولا مره، فاذا كبست كنترول اس راح يوديني على هالصفحه. طبعا انا بدي اسيفه بالفولدر تبع الويب 1، نسميه ماي فيرست بيج html.html. ما ننسى كلمه .html ونحط اول تايبس. تمام، نعمل سيف، نعمل تيست على السريع. تمام، this is my first paragraph number one. تمام، وداني على موقع الجوجل. مثلا لو ما حطيت كلمة ال HTTP شوفوا شو حيصير. لازم تحطوا البروتوكول هو ال HTTP. نرجع على الصفحة. تمام، your file was not found. ما بيقدر يلاقي. تمام، هلا خلونا اوكي هذا نشيله. هلا بدنا نحط التاج تبع الايمج، نعمل صورة. طبعا قبل ما ابلش انا حطيت صورة بفولدر اسمه ايمج، حطيت فيه صورة. طبعا اذا لاحظتوا موقع الفايل او الصفحة تبع ال HTML مو بنفس موقع الصورة. هلا لو حطيت له موقع الصورة السورس تاعه بس اسم الصورة ما حيعرفها، حيقول لك وين هي، ما حتزبط معه، حيحط لك اكس انه مو طالع الصورة. طبعا تاج الايمج هو img. طبعا عندنا attribute اسمه ال src، بيشبه تقريبا نفس عمل ال href، بس ال image هو موقع الصوره، اما ال href هو اللينك او الويب سايت اللي بدنا اياه. نحط double quotation هون، نحط موقع الصوره. خلونا نتركه شوي لموقع الصوره. لازم نحط للصوره طول وعرض، خلينا نعطيها height مثلا 150 بكسل و width 150 بكسل. طبعا هايت الطول، الويث العرض. تمام، هلا هون بتاج الايمج
بتسكر عنا بطريقة مختلفة، مو زي هيك مثلا. هذا اللي عم بكتبه غلط، مو هيك بتسكر عنا تاج الايمج، ما في اشي جوا الايمج بينكتب بيناته. فكيف بيسكر تاج الايمج؟ بس بنحط سلاش وهيك بنسكره بهالطريقة بتسكر، ضروري يتسكر بهالطريقة. طيب هلا نحن ما حطينا موقع الصورة. هلا اذا بنلاحظ موقع ال HTML page موجودة هون، في فولدر اسمه image بعدين موجود الصورة، فلازم نقول له انه عنا فولدر image، فبنكتب له عنا فولدر image img slash. هلا بدنا نجيب اسم الصورة، هاي انا قلت له انه في هون عنا فولدر اسمه image، راح عليه حطينا slash اسمه داونلود. داونلود هلا شو نوع الصورة؟ مثلا لو عنا صورتين اسمهم داونلود، في منهم واحدة ممكن تكون جي بي جي وبي ان جي، فهو لازم يعرف كمان ايش هي نوع الصورة، جي بي جي ولا بي ان جي. طبعا انا مو عارف، فبكبس رايت كليك بروبرتيز، في شيء اسمه تايب اوف فايل، هيا جي بي جي نكتب دوت جي بي جي. هيك بنكون كتبنا الكود تبع الايمج، حطينا الاس ار سي والهايت والويث. طبعا في اتريبيوت اسمه الالت، الالت هو عادة بتشرح عن ايش هالصورة. مثلا this is a sun، نحن عاملين صورة شمس، حاطين صورة شمس، فشرحها this is a sun. نعمل ctrl s save، هاي شورت كات للسيف. تمام وين الصفحة؟ نرجع هون f5. تمام طلعت عنا الصورة. طب يمكن نحن بدنا لما واحد يكبس هالصورة تودينا على لينك جديد او ويب سايت جديد، مثلا خليه youtube.com. هلا مثل ما تعلمنا استخدمنا تاج الاي، من ايده تاج الاي ال href الاتريبيوت تاعه، بدنا نحط اللينك http double slash www.youtube.com، بدنا نسكر التاج، بدنا نحصر نحن بكل تاج الايمج بدنا الصورة، فبنكتبه هون بعد ما يخلص تاج الايمج. هاي هيك سكرنا، نعمل كنترول اس، نرجع هون F5، نعمل ريفرش. تمام لازم لما نكبس عليه يودينا على اليوتيوب، هايو عم يودينا على اليوتيوب بس النت بطيء، ودانا على اليوتيوب. كان معكم احمد ريال من فريق سمارت، شكرا لمتابعتكم.